السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الأساسي من مدرسة البيت العتيق الإسلامية. كيف حالكم اليوم يا طلابي؟ هيا يا أحبائي، كم قطة موجودة في الشاشة؟ أحسنتم، قطة واحدة. وكم فراشة؟ رائع، فراشة واحدة أيضا. إذا يا ثاني، علينا باستذكار رقم واحد طوال الدرس. اليوم سنتحدث عن حقائق الطرد في العدد واحد. هيا يا صغار، نبدأ درسنا اليوم بطرح بعض الأسئلة. كم قطة في خمس سلات؟ ننظر هنا إلى الصورة، يوجد لدينا 1، 2، 3، 4، 5 سلات، وفي كل سلة منها قطة واحدة. نحول المسألة إلى جمع متكرر، نضع 1 في كل دائرة وهو عدد القطط في كل مجموعة. 1 + 1 = 2، 2 + 1 = 3، 3 + 1 = 4، و4 + 1 = 5 قطط في المجموعات الخمس. نحول عملية الجمع إلى ضرب، عدد المجموعات 5 ضرب العدد المتكرر وهو عدد القطة في كل سلة 1 يعطينا أيضا 5 قطط. كم عدد الفراشات في 6 مجموعات؟ ننظر هنا، لدينا مجموعة 2، 3، 4، 5، 6 مجموعات، وكل مجموعة من هذه المجموعات تحتوي على فراشة واحدة. إذا نحول المسألة كما تعودنا في البداية إلى جمع متكرر، نكتب في كل قلب رقم الفراشات الموجودة في المجموعة الأولى فراشة، الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. 1 + 1 = 2، 2 + 1 = 3، 3 + 1 = 4، 4 + 1 = 5، و5 + 1 = 6 فراشات. نحول المسألة إلى ضرب، عدد المجموعات 6 ضرب عدد الفراشات في كل مجموعة وهي فراشة واحدة يعطينا أيضا 6 فراشات. لنتعرف على جدولنا الجديد وهو جدول الرقم 1. 1 ضرب 1 = 1، 2 ضرب 1 = 2، 3 ضرب 1 = 3، 4 ضرب 1 = 4، 5 ضرب 1 = 5، 6 ضرب 1 = 6، 7 ضرب 1 = 7، 8 ضرب 1 = 8، 9 ضرب 1 = 9، 10 ضرب 1 = 10. ننظر هنا أننا في كل مرة قمنا بإضافة رقم 1 للناتج، وأي رقم أقوم بضربه بالعدد 1 يبقى نفس العدد لا يتغير. علينا يا ثاني بحفظ هذا الجدول السهل البسيط بشكل جيد. بعد أن تعرفنا على جدول 1، هيا لنقوم بفتح الكتاب صفحة 64 ونبدأ بحل السؤال. كم عصفورا في القفصين؟ ننظر هنا، لدينا قفص 2 وفي كل قفص منهما عصفور واحد. إذا نحول المسألة إلى عملية ضرب، عدد المجموعات وهو 1، 2، القفصين 2، والعدد المتكرر عدد العصافير في كل قفص وهو 1، عصفور واحد في كل قفص، 2 ضرب 1 يعطينا 2، رائع. هيا لنكمل. كم وردة في 3 مزهريات؟
هنا أعطانا ثلاث مزهريات وفي كل مزهرية منها وردة واحدة. عدد المجموعات 3 1 2 3، والعدد المتكرر عدد الورد في كل مزهرية وهي وردة واحدة. إذن 3 ضرب 1 يساوي 3 وردات. يعني ننتقل إلى الصفحة الثانية، صفحة 65، ونحل السؤال أضربه. هيا لنكمل حل جدول الضرب. 1 ضرب 1 1. هنا يا ثاني نتأكد بأن أي رقم نقوم بضربه بالعدد 1 يبقى نفس الناتج. انظر، 2 ضرب 1 2، 3 ضرب 1 3، 4 ضرب 1 4، 5 ضرب 1 5، 6 ضرب 1 6، 7 ضرب 1 7، 8 ضرب 1 8، و 9 ضرب 1 9، 10 ضرب 1 10. رائع. الآن يا صغاري حان موعد تشغيل العقل والتفكير. هيا ننتقل إلى سؤال فكر. عندما تضرب عددا في العدد 1 ماذا يكون الناتج؟ رائع، يبقى الناتج نفس العدد لا يتغير كما حدثنا في السابق، مثل 3 ضرب 1 يبقى الناتج 3. رائع، ممتاز. ننتقل إلى سؤال آخر. أكمل ناتج عمليات الضرب. 6 ضرب كم 6؟ أي رقم أضربه بالستة يبقى الناتج 6؟ أحسنتم، 1. كم ضرب 1 8؟ 8. 9 ضرب 1 يساوي 9. 10 ضرب كم 10؟ رائع، 1. ممتاز يا ثاني، أكتب الناتج في المربع المناسب. في النهاية يا أحبائي، أدعو الله دائما بأن تكونوا بألف خير وعافية. ولا ننسى يا أحبائي الصغار بأن نحل أسئلة الكتاب بشكل مرتب وفي المكان المناسب، ونحل على الدفتر أيضا الواجب البيتي. مع السلامة يا أبطال، إلى الحصة القادمة.